راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم موجز بحمد عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024. مظاهرات في معسكرات اللاجئين السودانيين بأثيوبيا بسبب تردي الوضع الأمني. جسر جوي كويتي ثاني يحمل مساعدات طبية ومواد غذائية وإيوائية لمساعدة السودان. والي كسل السابق صالح عمار يقول لدبنجا إن هناك شبكات منظمة تعمل على تعجيج الصراعات في شرق السودان. سكرتير نقابة الصحفيين يقول إنهم لن يتسامحوا مع الجرائم ضد الصحفيين وسيتخذون كل الإجراءات الممكنة لملاحقة مرتكبيها. وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تتجه لفتح المدارس بعد عام من التوقف. مجلس السيادة يصف الخطاب المتداول بشأن مراجعة الجنسية لعدد من القبائل في غرب البلاد بأنه مفبرك. منظمة أطباء بلا حدود تفتتح مستشفى ميدانيا لعلاج الحالات الأكثر خطورة في معسكر زمزم بشمال دارفور. القضارف تستنجد بوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإيواء آلاف اللاجئين قبل الخريف. وزارة الخارجية تنتقد حديث الولايات المتحدة أن شن الجيش السوداني هجمات جوية عشوائية. ناشطة بمعسكر قرم للاجئين بجنوب السودان تقول إن عدد من المغتصبات ينتظرنا العلاج النفسي. عقار يقول إن الحكومة تعمل على تجاوز العقبات التي تواجه نقل خام بترول دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.